انيستا يتحول للجهه اليسرى لمن انيستا وكره في العمق وفرصه الجول جول اول لبرشلونه هو الجول الاول لبرشلونه هو الكواخي هو الاكس خوغادور اللاعب السابق لفالنسيا ينجح في تدوين الهدف للبرشلونه بملعب الميندي سرسا. قبل لحظات كنت اتحدث عن سجل دافيد فيا وعن القاب دافيد فيا مع فالنسيا ومع البارسا. ياتي بالخبر السعيد يا انصار البلاوكرانا، شادوا الاستقبال، يا سلام على التسديده، زيد متعني يا مخرج المباراه، زيد متعني بجماليه هدف الكواخي. دافيد فيا يا سلام يا انيستا، هو مهندس العمليه، هو ضابط ايقاع البلاوكرانا من خلال كرات في العمق ومتابعه مثاليه من دافيد فيا. بهذه الطريقه يا سعد دافيد بيادي كثيرا، وهو ابن العشرين سنة. أول مباراة مع البارسا كانت ضد نادي سبتة، نعم، في مسابقة الكوبا ديل ري، والثاني قريب، الثاني قريب بعد التهاون الدفاعي. يا سلام يا سلام يا انيستا، هذا هو المبدع انيستا طريقة المبدعين. نعم انيستا يفاجئ الدفاع ويفاجئ الحارس اورتسي. يا سلام على شمالية الهدف، منذ زمان يا انيستا لم تمتعني بهذه الطريقة بهذا الهدف ولا أروع في مرمى ديبورتيبو أرابيس. أعطينا يا مخرج المباراة الإعادة لنستمتع مع الجمهور الذي يتابع هذه المباراة لهدف انيستا، أفضل لاعب بشهادة الويفا وكذلك من المرشح للكرة الذهبية. مدحك كثيرا في سنتي ديل بوسكي وقال بأنك تستحق الكرة الذهبية، ومدحك كثيرا خريستو سوشكوف. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذا هو الهدف الأجمل يا انيستا منذ زمن، منذ زمن يا انيستا بطريقة الكبار، بهدوء وببرودة الأعصاب. هنا ينجح في تدوين الهدف الثاني لنادي برشلونة. Încurajeze echipa, eroarea lui Manu Garcia. Gol fără probleme a lui Fabregas în condițiile unei centrări perfecte din partea lui Dani Alves.